معنا هاتفيا مشاهدينا الكرام من اسطنبول كاتب والباحث السياسي سيد حسين السبعاوي، مرحبا بك. الجيش الألماني أوقف تدريباته للقوات الحكومية، والمعثل الهولندية أيضا علقت عملها في العراق بسبب التهديدات الأمنية. كيف ترى أستاذ حسين الأجواء العامة في العراق مع هذا التوتر الحاصل في المنطقة؟ يعني أنا أعتقد أنه الوضع في العراق بدأ يتأزم شيئا فشيئا، والسبب هناك سببين. السبب الخارجي أنه علينا أن ندرك بأن الولايات المتحدة أوقفت تصدير الديمقراطية للعالم العربي بغض النظر عن نوعية هذه الديمقراطية. الآن هي تدعم الانقلابات العسكرية وتدعم القوى المركزية الحاكمة. هذا مبدأ عادت إليه الولايات المتحدة إلى عصر الخمسينات والستينات القرن الماضي، وهذا لا يتناسب مع العراق. الوضع الحالي في العراق لا يتناسب مع طبيعة التوجه الأمريكي الجديد. واعتقد السبب الثاني أن العراق في هذا الوضع مع وجود الميليشيات المتمكنة من الدولة العراقية لا يصلح أن يكون حليفا للقوى الكبرى سواء الولايات المتحدة أم لأي دولة أخرى، لأنه من الصعب جدا ضبط البوصلة فيه. لهذا السبب أعتقد نحن مقبلين على تغييرات يعني كبيرة جدا في العراق إذا ما كانت الولايات المتحدة جادة في التعامل مع إيران. ولكن كيف سيكون هذا التغيير أستاذ حسين؟ يعني أعتقد التغيير اللعبة السياسية برمتها خيوطها بيد الولايات المتحدة ليس بيد آخرين. نعم إيران لديها شيء من هذا، ولكن لا تمتلك كل القرار. القرار الرئيسي هو بيد الولايات المتحدة، وهي قادرة على تغيير اللعبة كاملة أو جزئيا، ولكن الراجح عندي هو تغيير اللعبة. وكالة رويترز أفادت بأن بومبيو نقل إلى بغداد في أثناء زيارته من قبل تحذيرا صارما بشأن ميليشيات الحشد. ما الخطوات العملية التي يمكن أن يتخذها عبد المهدي بهذا الخصوص برأيك؟ يعني أولا بومبيو لا يدرك يقينا بأنه السيد عادل عبد المهدي لا يستطيع ضبط الميليشيات لعدة أسباب. أولا السيد عادل عبد المهدي هو جزء من أيديولوجية هذه الميليشيات التي من الصعب جدا السيطرة عليها. ثانيا أن هذه الميليشيات تغولت وأصبحت بحجم الجيش العراقي أو أكبر منه، إضافة لنفوذها السياسي. فيقينا أنه لا يمكن ضبط الميليشيات من قبل حكومة عراقية بهذه الطريقة وبهذا المستوى من الحكومة، من الصعب جدا أو بالمستحيل ضبطها. لهذا السبب الأمريكان أدركوا بأن ضبط الحشد الشعبي أو الميليشيات صعب جدا في العراق، فلا بد من التدخل مباشرة. وأعتقد هذا السيناريو واحد من السيناريوهات القادمة. ولكن هناك تهديدات، يعني مثلا ميليشيا العصائب ذكرت أن بقاء أي قوة أجنبية في العراق هو احتلال يحق محاربته حتى دستوريا كما تقول. ألا يعد هذا تهديدا للقوات الأمريكية في العراق وما عاقبته؟ نعم هو يعد تهديدا، ولكن هذه القوات موجودة منذ 2003. أين كانت عصائب الحق في تلك الفترة والآن تتكلم؟ هذا الانتماء الخارجي الذي لا ينتمي إلى العراق أصالة، فلا بد أن تصدر مثل هذه التصريحات التي لا تلقى أذن صاغية في الساحة العراقية اليوم. عندما دخلت القوات الأمريكية كانت قوات تحرير، والآن بعد خلافة مع إيران أصبحت قوات محتلة. هذه الازدواجية مرفوضة داخل الوسط العراقي. فيما يبدو أن أمريكا تأخذ هذه التهديدات على محمل الجد، يعني في ظل اتباع أمريكا فلسفة الضربات الاستباقية، هل تعتقد أن قواتها يمكن أن توجه ضربة لهذه الميليشيات داخل العراق؟ وماذا عن إيران أيضا؟ أعتقد ستوجه لهم ضربة وقائية، ولكن علينا أن ندرك أن هذه الميليشيات لا تستطيع مواجهة أي قوة نظامية، وليست الولايات المتحدة كدولة عظمى. هذه الميليشيات نحن ندرك طاقتها على من تتغول وعلى من تتمكن، ولا يمكن أن تواجه أي قوة نظامية، حتى من قوة من دول العالم الثالث، فما بالك الولايات المتحدة. هذه الميليشيات تستطيع أن تواجه المدنيين والأيتام والأرامل، وأموال الناس تنهبها وتهدد الناس وتختالهم، وهذا هذا مستواها، لا تتجاوز أكثر من هذا المستوى وتشعل حرائق في المناطق سواء في بلدها أم في البلدان الأخرى. هذه حجمها وهذه طاقاتها. ممكن تزعج بعض القوات، ولكن لا تستطيع مواجهة الولايات المتحدة. ولكن الولايات المتحدة حتى تجد ساحة آمنة لأهدافها ولمصالحها في العراق لابد التخلص من هذه الميليشيا. في الخلاصة أستاذ حسين، ذكرت في ظل هذه التداعيات والتصعيد، ذكرت أنه لابد من تغيير شامل سيحدث في العراق.
يعني كيف سيكون شكل هذا التغيير؟ هل من الممكن أن يكون انقلابا مثلا؟ أنا قلت لك أنه أمريكا عادت إلى زمن الانقلابات لدعم الانقلابات، لاحظ يعني في السودان، في ليبيا، في دول أخرى كثيرة تدعم القوى الانقلابية. وبنفس الوقت وصل الحال في العراق من حجم الفساد وحجم سوء الإدارة ما لا يمكن إصلاحه ولا يمكن أن يعتبره حليف. أي دولة تتبنى العراق لا تعتمد عليها كحليف بسبب توزع المسؤوليات والقرارات والنفوذ داخل الدولة. لهذا السبب من يريد العراق حليفا لابد أن يغير اللعبة السياسية القائمة في العراق، ومن لا يريد حليفا طبعا سيتركه. أمريكا حريصة أن يكون العراق حليفة، لهذا السبب هي ملزمة بتغيير هذه اللعبة. شكرا جزيلا لك سيد حسين السبعوي من اسطنبول، كاتب والباحث السياسي.